السلام عليكم. كمبيوترك ضعيف، اتصال انترنت عندك ضعيف، حابب تلعب العاب اونلاين؟ اليوم بهذا الفيديو جبت لك الحل. بهذا الفيديو شباب رح نحكي عن طريقة لعب العاب الزمن جميل مثل جنرال وباتل فيلد اونلاين. بعد ما السيرفرات اغلب هالالعاب سقطت حاليا ولا سيرفر حاليا شغال بيناتهم، اليوم رح نشتغل عليهم اونلاين بطريقة بسيطة. مهما كان كمبيوترك ضعيف تقدر تشغل هالالعاب تلعب انت وصديقك اونلاين. تابع الشرح للاخير، واذا عجبك الفيديو لا تنسى تضغط على زر اللايك وتشترك في القناة ليصلك كل جديد. شباب، الخطوة الأولى إنه ننزل برنامج بعد هيك نسبته. رح نفوت على الرابط اللي رح أحط لكم إياه أسفل الفيديو صندوق الوصف، ضغط على داونلود جيم رينجر. هيك رح يحمل عنا تطبيق شباب. هيك تطبيق شباب بعد ما حملناه رح نضغط عليه. بعد هيك رح نضغط انستول. بعد هيك رح نضغط على كونكت. بعد هيك شباب رح نضغط على نيكست. نيكست. أجري. بعد هيك شباب رح نضغط على create a new account. وان شباب لازم تحط ايميل وتحت لازم تحط الباسورد. شباب رح نضغط next، رح نحط حي الاسم. next. next. رح نضغط على show cities from all time zone. رح تختار المدينة اللي انت فيها او اقرب مدينة لك. بعد هيك شباب رح نضغط next. بعد هيك next. هلا شباب رح يوصلكم كود او رسالة تنشيط او تفعيل للحساب على الايميل اللي حطيته بالبداية. كما انا شايفين شباب وصلنا الايميل، رح نضغط هون على هذا الرابط حتى يتفعل الحساب. كما انا شايفين شباب مكتوب account activated، هيك الحساب صار جاهز. حنرجع للبرنامج نضغط على next. هيك برنامج صار جاهز. والله كل ما عليك شباب انك تضيف صديقك على قائمة الاصدقاء من هالقائمة. شباب الخطوة الثانية انه راح تضيف صديقك. هاي الخطوة شباب ركزوا معي فيها شوي. راح نضغط هون على added friend على هاي الاشارة. بعد هيك راح نحط الايميل الخاص بصديقنا. طبعا شباب نفس الخطوة لازم يكون فيها صديقك، يعني مو بس انت راح تضيفه، كلا الطرفين راح يضيفوا بعض. هو راح يضيفك وراح يحط ايميلك، وانت كذلك الامر راح تضيفه وتحط ايميله. بعد هيك شباب راح نضغط على سيرش. بعد هيك شباب طلع ايميل صديقي، هذا هو، هاي الاسم تبعه. راح احط ادد فريند او اد فريند. تمام شباب، هيك طلع عندي من الاصدقاء لانه هو ضايفني كمان. اذا هو ما ضافني ما راح يطلع. تمام شباب، لازم هو كمان يضيفني. هاي شباب بعد ما ضفت صديقي حاليا راح اعمل سيرفر واسس لعبة من عندي. راح نضغط على كلمة هوست. بعد هيك شباب راح نختار اللعبة، طبعا جنرال زيرو اور مثلا. راح نختار عدد اللاعبين، راح نسمي اي اسم للسيرفر او اي وصف لانه. وهون راح نضغط على، راح نحط اي باسورد. فيك تعلم هيك، ما راح يقدر اي حدا يفوت بدون باسورد. هون شباب راح تسمح للاعبين متأخرين بالدخول، هون راح تسمح للأصدقاء فقط بالدخول. هذا الخيار راح يسمح فقط لأصحاب العضويات الذهبية والفضية بالدخول. حاليا هيك راح نضغط على أوكي. هيك شباب أسسنا السيرفر. راح نضغط على اسم صديقي هون أو أي صديق بدك إياه. راح نعمل invite to game. هيك شباب عملنا له دعوة للعبة. هو راح تظهر عنده قائمة، راح يضغط فقط كلمة invite او join. مثل ما يكون شايفين شباب هاي صديقي انضم معنا على السيرفر، صرنا اثنين حاليا. تمام شباب، راح نضغط على start. هيك شباب مثل ما يكون شايفين اللعبة بدأت. طبعا شباب هيك هو لحاله عم يدخل، انت لا تكبس اي شيء ابدا. شباب هيك فتحت معنا اللعبة وفتح معنا السيرفر. راح تختار الفريق اللي بدك اياه، تختار اللون اللي بدك اياه، راح تختار اي رقم او اي فريق بدك اياه. من هون راح تختار الخريطة. مثل ما شايفين شباب هاي صديقي فات معنا على اللعبة.
مثل ما شايفين شباب، اللعبة بلشت عندي وعن صديقي، وهي صديقي هو بغير بلد حاليا. بس هيك شباب، هذا كان معطانا اليوم. لا تنسوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. نشوفكم معطاء جديد.